بتمنع روحانيتك من الرفاهية والفسح والخروج في البلد اللي انت متغرب فيها. تفضل تحوش عشان لما تحوش، لما تكبر تقدر تتمتع. بالعكس، عكس، انت مش هتتمتع بأي حاجة. عارف ليه؟ لان انت كل اللي انت حوشته مش ليك، لحد تاني، وانت فاكر ان هو اصلا اللي متربي في اوروبا ومولود في اوروبا هينزل يعيش في شقة في كايرو، وفي الاخر القرشين فين؟ ولا هينفعوك ولا هيرجعوك شباب ولا هيطلعوك فوق ولا تحت، وفي الاخر هتفضل عدم في قفك، وفي الاخر هيبيعها وياخد فلوسها ويصرفها على بنت صاحبته. مش تعبان فيها، عيالك عمرهم ما هيكون عندهم انتماء ليك اصلا، انت حرمتهم. انا خاف انه يجي عليك يوم اسود مزفت بستين نيلة عند هباب، ها، ومتلاقيش حد يسندك ويرفع كتفك ويقول لك انا هساعدك يا بابا، يا بابا فوق، يا بابا بابا، يا بابا، يا بابا بابا، يا بابا، يا بابا.